بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل الطلبه اللي متابعين قناتي. بتمنى ان انتوا تكونوا بخير. لو انت بتتابع قناتي لاول مره وحبيت تسال عن المحتوى اللي انا بقدمه، فانا بقدم لك محتوى تعليمي للطلبه سواء في المرحله الاعداديه او المرحله الثانويه. المحتوى ده خاص بماده اللغه الانجليزيه في شرح المناهج بتاعتك، او سواء عن طريق كورسات ان شاء الله هنعملها في الفتره اللي جايه. فبتمنى ان تتابع القناه بتاعتي وتعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات للفتره اللي جايه. طلبه الاعدادي والثانوي المحتوى بتاعي كمان مش مقتصر على الفيديوهات بتاعت الماده بتاعتي بس اللي انا بقدمها، لا، انا كمان بقدم لك فيديوهات تحفيزيه عشان خاطر تعرف تتعامل مع الحياه التعليميه وتديرها بشكل كويس. كتير من الطلبه بيكلمني على التليفون والواتس وكل رسائل واحده، الامتحانات خلاص وانا ما عملتش حاجه وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه، انا كسلان جدا، مفيش جداول نافع معايا ومش عارف امشي على جداول، وكل ما اعمل جدول ما امشيش عليه ولا اكمله، كل العهود مش نافع معايا، وكل ما اخد عهد على نفسي اكيد بنقض العهد ومش بكمل فيه. انا بالظبط مليت من نفسي وامي كمان مليت مني، عايز حد يزن على راسي 24 ساعه في 24 ساعه ويقول لي ذاكر ذاكر ذاكر، عايز حاجه تفكرني دايما ان انا اقوم اذاكر من نفسي كده. اسمع معايا القصه دي وحاول تستفاد منها. في يوم من الايام فريق الزمالك كان بيلعب النجم الساحلي. فريق الزمالك الماتش كان ذهاب وعوده، للاسف الذهاب كان عندهم، ففريق الزمالك اتغلب 5-1، نتيجه كبيره كانت على فرقه الزمالك. المباراه لها عوده والزمالك محتاج في العوده دي انه يفوز بنتيجه 4-0، مهمة تعتبر مستحيلة أو شبه مستحيلة. معنويات زفت والوقت قصير عشان تعود بنتيجة 4-0، فاضل بالظبط ممكن يكون 5 أو 6 أيام عشان خاطر ترجع وتعمل نتيجة 4-0. المهمة تعتبر شبه مستحيلة. أنت دلوقتي بقى مكان الزمالك، شوف بقى إيه اللي حصل عشان خاطر تعمل زي ما هم عملوا بالظبط. المدرب فيريرا كان في الوقت ده من المدربين الأذكياء جدا جدا، فقرر إنه يعمل حاجة تخلي اللعيبة يفتكروا إن قدامهم مهمة موت، المهمة تعتبر مستحيلة بس هنعملها إن شاء الله. الجمهور طبعا مش واثق فيهم، بس هم لازم يكونوا واثقين من نفسهم عشان يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها. عمل إيه فيريرا بقى؟ عمل بوسترات وعلقها في كل مكان في النادي بحيث إن اللاعب كل ما يروح مكان في النادي يفتكر النتيجة دي، يعني مثلا في اوضه اللبس تلاقي نتيجه 4-0، يدخل مثلا لعيب الحمام 4-0، يدخل في التمرين 4-0، اوضه الجيم 4-0، يروح مثلا هيروح البيت قال لهم لا برضه تحطوا 4-0، في العربيات 4-0، بحيث ان اللاعب كل ما يبص حواليه 4-0، هنا 4-0 4-0، ف 24 ساعه في 24 ساعه بيفكر في هدف واحد بس، وكل ما يحاول يحيد عن الهدف ده يبص حواليه في اي مكان يلاقي النتيجه موجوده قدامه فيفتكر فيرجع يفكر في الحاجه دي تاني. المهم جه يوم الماتش واللعيبه واخد شحنه ودفعه معنويه جامده جدا، ودخلوا الماتش ويفاجئ الجمهور ويتفاجئ اللعيبه في اول 5 دقائق علي جبر الطرد ويصعب المهمه اكتر ما هي صعبه. الفريق استسلم؟ لا ما استسلمش، فضلوا واقفين في الملعب والحمد لله الهدف الاول جه، الله اكبر، فاضل 3 اهداف خلاص هانت يا رجاله. فجاه الهدف الثاني جه، ايه ده، الله اكبر الله اكبر، تفاضل هدفين خلاص. فجأة الهدف التالت جه، لا 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 تعادل كده، ده انا شكلي كده هحتفل بقى، ده خلاص مش فاضل غير هدف واحد بس. وايه جابوا الهدف؟ للاسف والله لا. وعمال تنصحني ومخليني مركز معاك من اول الفيديو وتقول لي اعمل الطريقه دي والطريقه دي اصلا هي فاشله. لا بجد يا شباب الطريقه والله ناجحه جدا، وبس هي الظروف اللي ما خدمتش نادي الزمالك، مع ان الزمالك لعب ماتش جميل جدا وكانوا كلهم رجاله بصراحه. تحيه تحيه لنادي الزمالك، احيي نادي الزمالك، وتحيه هنا كمان لنادي الزمالك. على فكره انا زملكاوي ماشي. المستفاد يا شباب ان انت لو بجد عملت الفكره دي خلال الايام الجايه انت مش هتضيع وقت، يعني تخيل مثلا انت كل ما تبص حواليك كده تلاقي يافطه بتفكرك باقي من الزمن 10 ايام، يفطه هنا باقي من الزمن 2 يوم. طب بصيت ناحيه ثانيه، انت خلي بالك في يافطه كده كتبها، خلي بالك انت يونت 4 ما ذاكرتهاش ومفيش حاجه هتنفعك، ذاكر يونت 4 في الانجليزي. هتلاقي نفسك فعلا مركز على الهدف اللي انت عايزه ومش محتاج اصلا اي حد فاكره. كل ما تحاول ان انت تبعد بعيد بص حواليك تلاقي حاجه من نفسك، فهتلاقي ان انت بتنجز الحاجه دي بسرعه. وعلى فكره يا شباب الناس مش بتعمل غير الحاجه اللي هم عاملينها بايديهم، يعني اي حاجه مفروض عليك من بره انت بتكرهها، لكن الحاجه اللي انت عاملها بيدك او اللي انت القانون اللي سنه على نفسك انت بتعمله وانت يعني مستمتع بيه. فريت ان انت لو تعمل الفكره دي وان شاء الله الفكره دي هتبقى معاك كويسه، وحتى لو ما نفعتش مع نادي الزمالك لا هي نفعت في فرق تاني وهتنفع ان شاء الله معاك، عشان خاطر بس ان انت خلاص باقي من الزمن 20 يوم.
اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعي. ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب. وخلي بالك سبسكرايبرك مش هينقذ حياه انسان واحد بس، لا ده هينقذ حياه الكون. فريد تنزل تحت لان في يافطه حمراء كده انا سايبها لك، يافطه حمراء عشان خاطر تعمل سبسكرايب. يا ريت يا شباب ما ننساش ان احنا نعمل سبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه يا شباب وفيديو تاني، سواء طلبه ثالثه اعدادي او طلبه التعليم عموما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.